في كتاب اسمه How Do You Hug a Porcupine. الكتاب بيتكلم عن إن سهل تحضن قطة أو كلب وتقدر تشيلهم عشان هم صغيرين. تقدر تحضن كتكوت مثلا لأن شكله جميل، تقدر تحضن خروف وهتتدفى في الفرو بتاعه، تقدر تحضن زرافة لو طلعت وحضنتها من رقبتها، وتقدر تحضن فيل لو حضنت زلمته. بس ازاي تحضن بوركيباين لأن عنده شوك كتير في جسمه؟ عرفت مؤخرا إن الكتاب ده ليه معنى بعيدا عن الحيوانات أصلا، بيتكلم عن إزاي نحب الناس اللي حوالينا اللي فيهم طباع صعبة. الناس دي صعبة يمكن علشان حاطين شوك حوالين جسمهم علشان محدش يقرب منهم، أو علشان هنتأذي لو إحنا فكرنا نقرب منهم، أو علشان يحموا نفسهم من أي حد. بس وصلت إن دي وظيفتنا إحنا، إحنا نلاقي طريقة نحبهم بيها، مش وظيفتهم انهم يغيروا من نفسهم ومن طباعهم علشان انا احبهم. الفكرة دي ادتني هدوء رهيب جدا، اني مش لازم اغير اللي قدامي او ان اللي قدامي ده يتغير علشاني، لمجرد بس اني احبه. مش وظيفتي اني ابرر ان انا مش عارفة احب الشخص ده لان طباعه صعبة. وظيفتي الوحيدة اني الاقي طريقة احبه بيها حتى لو طباعه كانت ازاي. الشخص التاني عنده طريقة برضه، بس دي مش بتاعتي انا.